انه المشاركه بالانتخابات حماقه، لانه ماكو فائده من عندها. فالمشاركه الان وعدم المشاركه انا اعتقد هي نفس النتيجه، لانه التزوير حاصل لا محال، تكرار الوجوه حاصل لا محال. يعني ماكو فائده ترتجى من الانتخابات، سواء شاركت او ما شاركت هي نفس القوائم راح تطلع ونفس الاحزاب. انا اكد لك الان، شوف استاذ نجم، نعم احنا حققنا اجتماعات بكثير من هاي الاحزاب اللي بعضها يسموها ناشئه وبعضها يسموها جديده وبعضها ما ادري شنو. اي تدري اغلب الناس اللي قعدنا وياهم استاذ نجم يقول لك انا المجتمع الدولي ما عدني بثلث المقاعد. اسالك بالله، يا انتخابات هاي هاي علنا وين رايحين احنا؟ هاي شيء وشي بوجيه قبل بالقصه. يعني دكتور علاء يدري بهذا الحكي؟ والله ما اعرف دكتور علاء، مجتمع وياهم ما مجتمع صدق هذا الحكي. انا احترم معلومه الشيخ، شنو علاقه المجتمع هذا الحكي؟ مو قضيه صدق وكذب استاذ، انا المصنف استاذ نجم. نعم انا المصنف حي، انا سامعه باذني، يعني مو نقل لي. اي انتو دكتور علاء فعلا المجتمع الدولي منفتح عليكم وقايل لكم او قايل لغيركم وبحضوركم؟ لا ما انا اي لا لا العفو استاذ. اولا يعني احنا ربطتنا كثير من الاجتماعات، يعني ايدينا كانت ممدوده لكل القوى الناشئه من اجل ان نوحد الكلمه، ومو بس القوى الناشئه اللي عندها تمثيل نيابي، حتى اللي ما عندها تمثيل نيابي او ما اشتركت في الانتخابات النيابيه الماضيه كنا نحاول نقعد نلملم اطراف الحديث ونطلع براي ونطلع بكلمه، نعتقد انه هذه مسؤوليه علينا كلنا. لكنه ما طرق سمعي في يوم من الايام، على الاقل امامي انا ما طرق سمعي ابدا، ما سمعت هاي العباره ان المجتمع الدولي مو عن جهه معينه او حركه معينه. انا عن نفسي ما صار هذا الكلام امامي، قد يكون جناب الشيخ الضيف الكريم. زين خلي ارجع لجناب الشيخ. نعم شيخنا، القصه صارت بالمفتشر على قولة المصريين، الحديث صار هكذا، الدولة عتها علم بهذا ومتفقة مع المجتمع الدولي؟ هذه والدولة شو تريد تسوي مثلا؟ شو تريد تسوي؟ يا كفاء الخارجي الدولة شو لها علاقة بموضوع ليش هي الأموال الآن اللي تمول الأحزاب شنو يعني منين؟ داخلية مثلا؟ شنو الفرق؟ زين هاي القوى اللي يدفعها اللي يدعمها المجتمع الدولي هي قوة مستنسخة من القوة التقليدية أم كثر ما سميها أحزاب جديدة ومدنية أو ناشئة؟ لذلك أستاذ نجيم إحنا شو نقول؟ نقول على المفوضية وعلى دائرة الأحزاب نتمنى من عندهم أن يتابعون مصادر تمويل الأحزاب. إحنا ليش نقول الانتخابات ماكو فايدة من عندها؟ لأن هي أصلاً ماكو خط شروع، حتى خط شروع بين الأحزاب ما موجودة. يعني أستاذ نجم ما معقولة واحد مثلا بس الصور مالته الانتخابية بثلاثة مليار، وواحد ما عنده مقر يأجره حتى يقعد بيه ويجتمع مع ناسه. ما معقولة أحزاب البارحة يعني ماكو، يعني طولها صبعين، كل واحد قاعد له مقر بالأميرات، يعني ما أعرف إيش قد سعره بالسنة، 40 دفتر 30 دفتر. زين هذول مين يجيبون هاي الأموال؟ زين اكو جهة تسأل تراقب. خلينا انا هذا الكلام ما موجه بس للاحزاب الجديدة. أي. الاحزاب القديمة والجديدة، ليش هي القديمة مقصرة الان؟ شوفوا مقراتها، قنواتها، سياراتها، مقراتها، موظفيها، ما حد يسأل هذول منين رواتبهم ومنين ايجاراتهم. هذه مصادر الاموال استاذ نجم، مصادر الاموال خرق لسيادة العراق، لان بالنتيجة انت جاي تخلق احزاب ارادتها مرتهنه للقوه الاجنبيه المموله. زين